بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. القرآن الكريم يصف فئة من المؤمنين يسميهم بالصادقين. من هم أولئك الصادقين؟ الصادقون هم أولئك الذين تركوا ملذات الدنيا وقدموا أرواحهم لله بلا تردد أو قلق أو شك. ونحن في ساحة كربلاء لدينا مشاهد كثيرة من مشاهد الصدق مع الله. حينما حلت ليلة عاشوراء، وقف الإمام الحسين عليه السلام خطيبا فقال: اللهم إنك تعلم أن أهل بيتي أوفى أهل بيت. ثم قال لهم: بإمكانكم أن تذهبوا وترحلوا، فالقوم يريدوني، لكنهم جميعا قرروا البقاء مع الحسين ونصرته، إذ لا طعم للحياة بدون إمام زمانهم وسيدهم وخيرة أهل الأرض، وأي حياة بعده غير حياة الذل والهوان. يا آل أبي طالب، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. ولم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. إذن ما يقول الناس وما نقول لهم؟ أن تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله لا نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتى نرد موردك، وقبح الله العيش بعدك. بهذا الثبات وبهذا الصدق وقف أهل البيت وعزموا على الشهادة ببأس شديد ونفوس أبية. وأول من تقدم منهم هو أبو الحسن علي الأكبر، وعمره آنذاك 27 سنة. طلب الإذن من والده وإمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام. مشى علي الأكبر إلى المعركة بطلا شجاعا، ليس فقط في قوته الجسدية ومهارته في فنون القتال، ولكن أيضا في توكله وعشقه للشهادة في سبيل نصرة الحق. فهجم على الأعداء كالليث، قتل منهم 120 فارسا، فأعاد إلى المعركة صورة هجمات جده أمير المؤمنين عليه السلام في صفين وغيرها من المواقع. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي، ضرب غلام هاشمي قرشي. اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنحهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. أبا يا حسين، عليك مني السلام. ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي،
ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. أما الحديث عن أبي الفضل العباس عليه السلام فلا يمكن أن نفي حقه، فما أن يذكر اسمه حتى نتصور المواساة والإيثار والشجاعة والوفاء وغيرها. نقف على أعتابه في كربلاء، نشهد له بأنه نعم الأخ المواسي لأخيه، فقد واسى الحسين بعدة مواقف، منها أنه رفض أمان الشمر اللعين واختار الموت بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، ومنها لما وقف على المشرعة والماء بين يديه، ملأ القربة ليسقي أطفال الحسين، وكان كبده ينفطر من العطش، لكنه لم يفكر أن يذوق قطرة من الماء والحسين عطشان، وغيرها الكثير من المواقف التي يقف أمامها المؤمن مندهشا. أنا الشامر بن ذي الجوشن، أريد التحدث مع بني أختنا عبد الله وجعفر والعباس وعثمان بنو علي بن أبي طالب. أجيبوه وإن كان فاسقا فإنه من أخوالكم. ما شأنك وما تريد؟ يا بني أختي، أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. تبا لك يا شمر، ولعنك الله ولعن ما جئت به من أمانك هذا. يا عدو الله، أتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء ونترك نصرة أخينا الحسين عليه السلام؟ وبعد أن استشهد كل أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته، لم يستطع العباس الصبر وهو يرى خليفة الله بقى وحيدا وليس له ناصر، ضاق صدرا من سماعه لعويل النساء وصراخ الأطفال من العطش، فطلب من أخيه الرخصة للقتال. وكان العباس حامل لواء الحسين عليه السلام، والأعداء تخافه، ولم يسمح له أبو عبد الله في بادئ الأمر بالنزول للمعركة. يا أخي، أنت صاحب لوائي. قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ ثأري منهم. إذن اطلبوا الماء لهؤلاء الأطفال. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله، قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء، قد أحرق الظمأ قلوبهم. يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة، إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. حمل العباس القربة وتوجه نحو النهر لا يبالي بكثرة الأعداء، وصل إلى الماء، ملأ القربة وصار مسرعا إلى مخيم الحسين عليه السلام، ولكن الأعداء رموه بالسهام كالمطر، ثم قطعوا عليه الطريق وأحاطوا به، فقاتلهم وقتل منهم الكثير، ولما لم يقدروا عليه لجأوا إلى الخداع والغدر، فكمن له زيد بن ورقاء لعنه الله من خلف نخلة وقطع يمينه، فأمسك السيف بيساره، ثم ضربه لعين آخر فقطع شماله، والسهام تنهال عليه، وإذا بسهم أصاب القربة فأريق ماؤها، وضرب العباس على رأسه بعمود من حديد فسقط على الأرض ونادى: أخي أبا عبد الله، عليك مني السلام. عليك مني السلام يا أبا عبد الله، أدركني يا أخي. يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. وهكذا مضى أبو الفضل العباس عليه السلام شهيدا بين يدي إمام زمانه،
الحسين بن علي عليه السلام. قال فيه الإمام زين العابدين عليه السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليه السلام، وأن للعباس منزلة يتمناها جميع الشهداء يوم القيامة.